أقامت مدينة سورين بضواحي باريس معرضا فنيا للخطاط السوري اللاجئ في فرنسا ياسر الغربي، تشجيعا لباقي المدن من أجل استقبال عدد أكبر من اللاجئين. وعرض الغربي بعض من لوحاته التي تماهى فيها اللون والخط، وهو أسلوب جديد يعتمده الغربي حتى صار بصمة خاصة به. هذه نوافذ على ثقافتنا العربية تطل على حدائقنا النضرة وليست مجرد لوحات فنية. هكذا يعرفها صاحبها ياسر الغربي، الخطاط السوري اللاجئ في فرنسا والحريص كما يقول على أن يجعل الآخر يرى أفضل ما فينا. هذه الإبداعات الفنية كما يصفها الزوار معلقة هنا في معرض صلة وصل الذي أقامته مدينة سورين بضواحي باريس لياسر الغربي، وذلك لتشجيع المجتمع على استضافة لاجئين أكثر. ياسر الغربي لاجئ سوري أراد إيصال رسالة لنا، رسالة انفتاح على العالم. نحن جميعا إخوة متضامنون، وهذا هدف معرضنا. الفن وحده قادر على تبديد الحدود وكسر القوالب الجامدة والأحكام المسبقة عن اللاجئين كما يقول الغربي، لذلك يرى أن معرضه يحمل في الأساس بعدا إنسانيا عميقا. هذه المدينة صدف أن استقبلت من حوالي 3 أو 4 شهور أول عائلة سورية كانت سابقا لا تستقبل، فهذا الشيء دفعني أنه أنطلق وأخذ أدواتي معي لتعريف المجتمع والسكان المحليين في هذه المدينة الباريسية على ثقافة الآخر. المزج الثقافي الفني أحد أدوات الغرب الواضحة في لوحاته. هنا مثلا استعمل الزجاج المعشق الكنائسي الأوروبي وجسده بخطوط عربية، وهكذا باتت اللوحات مكتملة فيها فن غربي وروح عربية. هذه اللوحات خطها فنان لجأ قبل سنوات إلى فرنسا، وهذا المعرض أنشئ في سبيل كسر الصورة النمطية عن اللجوء. فياسر الغربي لا يرى قيمة للفن إن لم يكن للإنسانية حصة كبيرة فيه. محمد الحجي، العربي، باريس. وللمزيد معنا من مدينة تروى إحدى ضواحي باريس الفنان التشكيلي السوري ياسر الغربي. أهلا بك معنا سيد ياسر. بداية حدثنا أكثر عن أهداف مثل هذا النوع من المعارض التي تقيمونها، وإذا كانت هناك أي جهة داعمة لكم. أهلا بك وصباح الخير لك وللسادة المشاهدين، وشكرا على التقرير الكافي الوافي صراحة. يعني هي عملية طرح الآخر، عملية كيف بدك تطرح نفسك، تلاقي آلية تطرح فيها نفسك على مجتمعات. هلا المجتمع الفرنسي بالمجمل هو مجتمع حاضر للأمانة، يعني بكل النواحي يعني، بس هذه المدينة كانت يعني لها تحفظات يبدو، فكسر هذا القيد عن 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 عن, عن, عن خلينا نقول يفتحوا إيديهم للآخر، كانت إيديهم مغلقة شوي. إحنا حاولنا من خلال الفن، من خلال الثقافة، من خلال طبعا الفن هو الباب. كل لوحة هي مثل ما قلنا نافذة أو باب يطل على ما خلفها، يعني من ثقافتنا ومن موروثنا، من الأدب، من الحضارة، من الدين، من إلى آخره يعني. فما أنا شخصيا شايف أنه هذا الحل المناسب، أنك تطرح نفسك بشكل ثقافي، خصوصا أنه فرنسا هي بلد ثقافي كبير جدا يعني، بلد عريق ثقافيا. ولكن في نهاية المطاف سيد ياسر، هل يعني حققت الغاية مثل هذه الفعاليات؟ هل لها تأثير فعلا؟ طبعا وبشكل ملحوظ جدا وآني. يعني لمسته أنا بالمعرض، المعرض كان خلال 3 أيام، وهذه الفكرة من المعارض ما أعتقد إنه طرقت، إنه أهل المدينة نفسهم مشان يشجعوا الآخرين عم بيقدموا الآخر هذا اللي عم يستضيفوه بشكله اللي هو حابب يقدم نفسه فيه. يعني كل إنسان أو كل ثقافة أو كل شعب له جوانبه. أنا شايف إنه هذا مختصر مفيد، وتلقيت الردود يعني الإيجابية جدا 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 كانت من الزوار. إذا تلاحظون بالفيديو يعني 90% تقريبا 95% كلهم من فرنسيين يعني بيور يعني.
بعيونه تشوف أنت، تلاحظ من نبرة صوته، من كلامه، في حالة دهشة أنه معقول هذا اللي أنا صار لي تقريبا حوالي 5 سنوات بفرنسا، أنه معقول هذا ممكن بعد 5 سنوات يعمل هيك شيء. هلأ مو بالفن يعني، ممكن يكون بغير أشياء، ممكن يكون نجار، ممكن يكون حداد، ممكن يكون خياط، ممكن يكون أديب، أيا كان. بس أعطيه مدة، أعطيه شوية وقت، طيب، عرفت، ليقدم لك اللي بداخله، جوهره المكنون. هل المدينة التي يعني أقمت فيها المعرض هي فقط التي تستهدفونها؟ مثل هذه التجارب والفعاليات هل ستكرر في مدن أخرى حالها كحال هذه المدينة، يعني ترفض اللاجئين السوريين؟ أتمنى صراحة، أتمنى، وأنا شايف إنه هذا سلاح ناجع، يعني سلاح أبيض ناجع يعني. وخلينا نقول إنه هو يعني هو يساهم بحالة نشر الثقافة، من ناحية نشر الثقافة العربية والفن العربي والحرف العربي، زائد إنه يشجع الآخرين. هلأ مو كل فرنسا للأمانة، يعني هاي المدينة لها حالة خاصة، يبدو لها تاريخ قديم، لهم اشيائهم الخاصه، ما بدي ادخل فيها يعني. لكن انا شايف انه هذه التجربه، سواء مني او من الفنانين او من الموسيقيين او من اي حدا قادر يعمل شيء، فانا شايف انه هذا الشيء جميل، انك تطرح نفسك بهالشيء. وانا بهذه المناسبه يعني انا متاح للاخوه الاصدقاء اللي عم يعملوا هيك فعاليات، واللي همهم فعلا طرح الثقافة، خلينا نقول بين قوسين السورية، يعني نعم حالتنا السورية يعني. فأنا جاهز، يعني أي شيء أقدر أساويه أنا بهذا الصدد، أنا فعلا جاهز، ومن كل أشكرك. قلبي يعني. أشكرك من مدينة تروى إحدى ضواحي باريس الفنان التشكيلي السوري ياسر الغربي.